اساعدك يا حبيبي؟ زي ما انت يا حياتي. اعتبريني الجني بتاع مصباح علاء. شبيكي لبيكي هشام ملك ايديكي. تطلبي ايه؟ اطلب نفسي اساعدك، ونفسي تكون احسن واحد في الدنيا، ونفسي لما ادخل الاوبرا بيك كل الناس تحسني عليك، عشان نفسهم يكونوا مكاني يتجوزوا ويقعدوا في البيت. انا عشانك هكون احسن واحد في الدنيا دي كلها. وبعدين يعني بعد اللي انت عملتيه عشاني مستحيل اغزلك ابدا يا جميله. طب اقول لك على حاجه، انا مش مصدق لحد دلوقتي ان انت بقيتي مراتي. لا صدق بجد. اه تيجي نقوم نرقص. وانت من امتى بتعرف ترقص؟ امال انا اتجوزتك ليه؟ عشان تعلميني الرقص. طب مش هتاكل؟ تعالي بس ناكل ايه دلوقتي. برقص حلو؟ يعني 2 من 5. مش وحش، 2 من 5 دي مش وحش. متذوقش قوي. ليه بس في ايه؟ انا مش لوحدي. يعني ايه مش فاهم؟ انا خدت بالك من جوزك النهارده واحنا بناكل؟ كان غريب قوي. ماله بقى ما سالتيهوش؟ امك منعتني، ولما جيت اشوف ماله قال لي مفيش. تفتكري شك في حاجه؟ هو لو دقق في التفاصيل طبعا هيفهم ان في حاجه غلط، خاصه انك وعدتني كذا مره وما وفيتش بوعدك. انا مش ناقصه مشاكل، لا هو سهل ولا امك سهله. انت بتعمل ايه عندك؟ يعني ايه مفيش؟ وانتوا بتعملوا ايه؟ مفيش، انا ما جاليش نوم بس فقلت ارغي مع كريم شويه. هو انت مش كنت نايم يا رامي؟ ايه اللي صحاك؟ بعدين طالما انا بقى كلنا بقى صحينا بقى، طب ما ممكن نقعد مع بعض شويه. لا انا هدخل انام عشان عندي شغل الصبح. رامي عايزاك. انت مجنون؟ ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ وبعدين دي مراتك وده اخوك والاتنين متربيين. عندك تفسير تاني اللي انا حكيتهولك؟ من غير تفسير. انا قاعده في البيت ايه يا دكتور؟ وبعدين عايز تفسير اطلع عندهم لك يقولوا لك تفسير. اوعي اوعي تعملي كده. ليه؟ سيبيني اكتشف كل حاجه بنفسي. تكتشف ايه يا مجنون انت؟ انا هخلص الموضوع ده دلوقتي حالا. استني، اقسم بالله لو خرجتي بره لكون موتهم موت نفسي. ناوي تعمل ايه؟ هعرف اللي ما بينهم وبعد كده اواجههم بيه. طب من فضلك ما تعملش اي حاجه من غير ما تقولي عليها الاول. صباح الخير. أنا حامل. مبروك يا جميل، ألف مبروك. ألف مبروك يا بنتي. بس أنتوا لحقتوا يا بنتي. لحقوا إيه؟ أنا ساعات بحس إنك بتقلب عبيط. زي ما عاملة قلت كده الصوف. سيبك منه. ألف مبروك يا جميلة. أقبلك. مبروك يا جميل، مبروك. قولي لأخوك يشد حيله. هو دكتور هشام ما بيديش دروس؟ يا بنتي دكتور هشام إيه؟ الركة على جميلة. اخرس يا حيوان. مالك يا ماما، أنتِ مش مبسوطة ولا إيه؟ لا إزاي يا حبيبتي، ألف مبروك. بس كنت استني شويه لحد ما تعرفي جوزك كويس. هو في حد يقول للخلفه لا؟ ده رزق ولا ايه رايك يا رامي؟ الف مبروك يا جميله، اهم حاجه خدي بالك من نفسك.
هو ماله يا ماما؟ ده بقى العادي بتاعه. بص انا بصراحه نفسي الشقه تخلص اسرع وقت ممكن، خصوصا مدام ليلى شكرت فيك قوي. ان شاء الله، بس هتتكلف. لا هو طبيعي طبعا شقه زي دي لازم تتكلف، بس انت ممكن تقولي هتتكلف تقريبا قد ايه؟ حسب التشطيب اللي انت عاوزاه. يعني التشطيب بص مش عايزاه غالي قوي، بس في نفس الوقت ايه ما يبقاش رخيص يعني. يعني 100,000 و25% اشراف، يعني كله 125,000. يا نهار اسود. ما حضرتك بقى شوفي متر السيراميك بكام، وشوفي النقاش الشاطر بياخد قد ايه في ايده. وانا عامل معاكي الواجب ده عشان خاطر مدام ليلى. ده كده انت عامل معايا واجب؟ طب بص اديني نمرة تليفونك وانا هفكر في الموضوع. اوكي، اوكي يا فندم، ماشي. ماشي. لا يعني شغلهم مش بطال، المفروض هيخلصوا بسرعه. وبعدين بابا قال لي ان في سيراميك رخيص بيتجاب من حته معينه كده، انا هجيبه فاتح عشان يوسع المكان. طب ثانيه واحده هكلمك تاني يا هشام. بتبص على ايه؟ في حاجه؟ ما بصيتش. شوفك لعيشك وقولوا لي ميعاد تسليمكم امتى. اوعدك يا مستر شادي اني مش هغزلك ابدا، بس اديني الفرصه حتى لو في البروفات. طب هي راسه الامير صعبه في ايه؟